غازات وسوائل وصخور منصهرة، هاي تبع شبه التفاعل بالرغم كيف تتكون قاعدة تتضاعف وتصاعد الغازات قاعدة، هاي عبارة عن غازات متصاعدة وسوائل. نضيف عليها كمية من الماء، فنضطر لضغط إضافة حامض الخل مرة ثانية من جديد. هاي نضيف الماء، شوف التفاعل زاد، شوف السهال الآن، شوف صار كعب تطلع، هاي الحاجة بيطلع من فوهات البركان، شوف عنا السهارة كيف تطلع، تدفقت السهارة من هاي عبارة عن فوهة البركان، هاي حجرة السهارة. ممكن نضيف خل مرة ثانية، شوف عنا السهارة صار كعب تنقذف على جميع اتجاهات فوهات البركان. ممكن نضيف كمان حامض خل من جديد، شوف السهارة كيف تستعد، هاي المواد الناتجة من باطن الأرض اللي عبارة عن الحمى من البر كان يبي بسميها الماجما. في حال حطت على الأرض، في حال حطت الأرض اللي حطت الأرض، شو بسميها هاي اللي هنا؟ لابا. وقت تبرد يا أستاذ إيش تصير؟ وقت تبرد هذا تتسلى بتحول لصخور نارية، تحول لصخور نارية. طبعا هون نستعد منها غازات وسوائل.